la 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 la. شو 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 جئناكم ندعوكم نمرح ونلهي فهيا تعالوا فالوقت. سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. بابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. أحبائي شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ اليوم العالمي للحماية المدنية. أعطيني الميكرو للشاطرة هذه. إيوا اسمك بنتي؟ اسمني مرام. مرام شحال في عمرك مرام؟ 13 سنة. 13 سنة. شحال جبتي معدل؟ 12. علاه قلتيها بالعقل؟ ما كاينش راضية عليها؟ أكي راضية ولا لا؟ مانيش راضيه. ما كاينش راضيه. اسمع واش معناتها المره الجايه؟ واش ديري المره الجايه؟ لازمني نطلع المعدل. عطيتيهم وعد والديك؟ نعم. عطيتيهم وعد واش قلتي لهم؟ قلت لهم لازمني نطلع معدلي. خلاص اليوم هاكي عطيتي وعد لوالديك واليوم عطيتي وعد لعمو يزيد ثاني وكاع الاطفال. اذا وقتاش بنتي اليوم العالمي للحمايه المدنيه؟ موافق لي 1 مارس. 1 مارس. برافو برافو. تعالي 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 بنتي. إذن بنتي اليوم العالمي للحماية المدنية يوم 1 مارس. أول مارس أحبائي هو اليوم العالمي للحماية المدنية. أعطيه الهدية تحا. شكرا فيفي. شكرا شكرا شكرا. إذن بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفدي بها. إن شاء الله. العفو العفو بنتي اقعدي معنا. علاش تكلمنا على رجل الإطفاء؟ رجل الإطفاء أحبائي وين تصيب أنت إنسان يدخل الدار شعل فيها النار باش ينقذ ناس يا أحبائي. رجل الإطفاء عمو يزيد يقول عليه ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. تغنوا معايا ما أروع رجل الإطفاء. يلا معايا. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار على استعداد الليل نهار. ما
أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء، يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء، يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. تحملت شد الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار، تحملت شد الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. برافو برافو برافو، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. أحبائي، تقدير لرجل الإطفاء. أحبائي، ما نقدروش نديرو تقدير رجل الإطفاء وما نديروش تقدير للشرطي. عمو يزيد يقول في هذه الأغنية: أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور، أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور، أنا كامل، أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور، يلا معايا كامل، أنا شرطي المرور، كامل، لا أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور، أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور، أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور، أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور، أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور، أحارب الإجرام أخفف الزحام أساعد الأطفال شجاع مقدام، أحارب الإجرام أخفف الزحام أساعد الأطفال شجاع مقدام،
أنا شرطي المرور. كلي بهجة وسرور. أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أنا شرطي المرور. كلي بهجة وسرور. أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور. كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور. كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور. كلي بهجة وسرور. برافو 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 أحبائي، برافو. محفظتي يا حافظة أدواتي. محفظتي يا حافظة أدواتي. دمتي رفيقتي يا أنسي. تغنوا معايا، يلا. محفظتي، كمل معايا. محفظتي يا حافظة أدواتي. محفظتي يا حافظة أدواتي. دمتي رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي. دمتي رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي. أنت رفيقة دربي كم شهدت مساري. أنت رفيقة دربي كم شهدت مساري. إخلاصك زاد حبي ألفت وجودك بجواري. إخلاصك زاد حبي ألفت وجودك بجواري. أحملك بافتخار كونك حقيبتي. أحملك بافتخاري كونك حقيبتي. حاملك بظهري كأنك من ذاتي. حاملك بظهري كأنك من حفاظك أدواتي زاد حب أستاذي. حفاظك أدواتي زاد حب أستاذي. شاركتي مثابرتي وكذا على اجتهادي. شاركتي مثابرتي وكذا على بدايتي. كم أحببت إخلاصك. كنت مسار بدايتي كم أحببت إخلاصك. ورفيقتي في دراستي لا أنسى لك فضلك. ورفيقتي في دراستي لا أنسى لك.
ورفيقتي في دراستي لا أنسى لك فضلك يا محفظتي. أحبائي أحبائي المثابرة ثم المثابرة. كاين أغنية جميلة أنا نحبها بزاف. هذه الأغنية بصح بشرط أنكم تغنوها معايا كامل. قل فيها: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. سهلة تغنوها معايا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. تغنوها كامل معايا، يلا معايا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو برافو برافو. لأني أحبائي من مبادئ ديننا الحنيف فعل الخير. أحبائي الصدقة تغلق 70 بابا من الشر. يا أحبائي دعوا مرضاكم بالصدقة، الصدقة ثم الصدقة. والصدقة مش شرط أنها تكون مادية، يعني مش دراهم فقط. الصدقة ممكن أنها تكون ابتسامة، زيارة مريض، صلة الرحم. أحبائي فعل الخير. وش رأيكم أنا حبيت نعود معكم الأغنية تاع أنا جزائري. تغنوها معايا، نعودوها. أنا جزائري، سألوني من أكون. تعرفوها يا أخي؟ يلا ورولي تشوف. سألوني من أكون، قلت ألا ترون إني جزائري. كاملة يلا. قلت ألا ترون.
سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. احنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. شكرا شكرا احبائي، شكرا. اعطونا الزغاريت يا نساء الاولويل على بلادنا. تحيه الجزائر، تحيه 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 الجزائر. احبائي، يجب الابتعاد عن كل جهويه، الابتعاد عن كل انواع الجهويه. يا اخي احبائي، قوتنا في اتحادنا، الهويه الجزائريه. على بالكم بكري يا أحبائي، كانوا في بكري الناس لما واحد في القبيلة ولا يدير خطأ ما يعني يغلط، على بالكم كانوا ما يسجنوه ما يعاقبوه، واش كانوا يديروا له؟ كانوا ينفيوه من القبيلة، يقولوا له خلاص ما راكش منا، كانوا ينحيوا له الانتماء. أحبائي، الانتماء لهذا الوطن الحبيب، الانتماء للجزائر، يجب الافتخار به دائما، يجب أن نفتخر أننا جزائريين، هذا الشيء مفروغ منه. إذا أحبائي، الهوية والابتعاد عن كل جهوية. يا أخي أحبائي، واش رأيكم أطفال؟
يلا سؤال بسيط وسهل، ما هي ما هي ثاني ولاية في الجزائر من حيث الكثافة السكانية؟ ولكن تعطوني الأولى كذلك، كي تجاوبوا تعطوني الأولى كذلك. يلا أعطيني الميكرو. شوفي الشطرة هذه، وهران. لا، الجزائر العاصمة هي الأولى والثانية هي ولاية سطيف. يلا تعال 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 أروى، وش بيك من رجلك؟ آه والو والو عم يزيد. خلاص عاود ذكرهم باسمك ولدي. عبد الملك بن هتاو. عبد الملك، شحال في عمرك عبد الملك؟ 11 سنة. 11 سنة، شحال جبت معدل؟ 15-80. الله يبارك، الله يبارك، برافو برافو ولدي، برافو برافو. إذا ما هي ثاني ولاية في من حيث الكثافة السكانية في الجزائر؟ ولاية سطيف. والولاية الأولى هي الجزائر العاصمة. كيفاش سطيف ولايتين؟ كيفاش؟ سطيف هي ولايتنا. الولاية تاعكم، ولاية تاعنا احنا ثاني. كيفاش؟ احنا ثاني ولاية تاعنا. الله يبارك، الله يبارك. أعطيني الهدية تاع عبد الملك. إذا أعطيني الهدية تاعو. إذا عبد الملك، شركة شيبس مهبول، راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفاد بها. نعم أستفيد وأقول لهم شكرا جزيلا على الهدية. العفو العفو ولدي العفو، تفضل تفضل تفضل، تقدر تقعد معنا لو حبيت، دير له مكان. أروحي بنتي. نقرأ القرآن. تقرأ القرآن مليح. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ برب الناس إياك الناس، أعوذ برب الفلق يا عبد الناس، أعوذ برب الفلق يا رب الناس ولد الناس، أعوذ برب الفلق وسلام خلص سق الله العظيم. برافو برافو برافو، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أحبائي، الجزائر العاصمة أول ولاية من حيث الكثافة السكانية، سكانها ما يقارب 3 ملايين. ولاية سطيف كلها فيها ما يقارب 1.5 مليون. على بالكم الولايات المليونية اللي عندهم مليون مليون فما فوق، ما هوش بزاف، على الأقصى هما 5 ولايات. إذن ولاية سطيف هي ثاني ولاية من حيث الكثافة السكانية. عمو يزيد لكم أغنية واسمها بلدتي أحن لك، بلدتي أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. إذن تغنوا كامل معايا، بلدتي أحن لك، بلدتي أشتاق لك. يلا. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، يا هنايا يا أمان في حما بلدتي. عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، يا محلى أوقاتي فيها طفولتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي. فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك،
إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي أمي تنادي لي دخولي. لا يا أمي لا تقولي، أمي تنادي لي دخولي. لا يا أمي لا تقولي، إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، ووديان أتسيل مأبهاها غابتي، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. شكرا 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 أحبائي. واش رأيكم مدام مع الدخول المدرسي مع هذا الحماس باش تقرأوا مليح وباش يكون عندكم مستقبل زاهر، واش رأيكم تغنوا معايا أغنية صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. تغنوا كاع معايا يلا. صباح الخير مدرستي كامل. لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي.
مدرستي صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد الغياب لا 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 فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العمل الجديد بالجد والاجتهاد فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العمل صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد الغياب برافو 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 بنتي برافو برافو بنتي برافو الله يخليك اشتقت لك من الأعماق ما فارقت مخيلتي اشتقت لقسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي أحبائي المجتمع المجتمع اللي نعيش فيه باش يكون مجتمع صالح ويكون مجتمع متحضر ويكون مجتمع نقدر نعيش فيه بأمان لازم يسوده الاحترام يا أحبائي بالمرات الأطفال ما يعرفوش كين أشياء الأولياء يلوموا أولادهم عليهم ولكن بالمرات لازم الأولياء يتراجعوا ويسأل نفسه يا هل ترى هل قدمت النصيحة اللازمة لوليدي ولا البنتي ولا لا مثلا الأب ولا الأم كي وليده يرجع متوخر للدار واش يقول له أول مرة يرجع وليدك ولا بنتك متوخر للدار شوية تحت شوية الظلمة هكذا كان يلعب ولا أرجع متوخر واش يقولوا له والديه يا أخي قلت لك هذاك العام ما تدخلش متوخر للدار ولكن هل الأولياء قالوا لولدهم ولا لبنتهم ما تدخلش متوخر للدار مثلا وليدك ولا بنتك يخرج برا ما يلقيش السلام مثلا ومن بعد تلومه ولكن الأولياء هل وليدك ولا بنتك قلت له لازم تلقي السلام على الناس وهل ولدك ولا بنتك شافك انت تلقي السلام القدوة مهمة جدا هذه الأغنية يتساءل الطفل يقول له يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام هذه انتم تغنوها يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام الأب وش يقول له يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي أحبائي ما لازمش الإنسان لما يخرج من البيت يرفع صوته حاجة ثانية يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يقول له لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما احنا نعلم ولدنا ينتظروا الدور تحهم احنا نعلم ولدنا الصبر احنا نعلم ولدنا إلقاء السلام إلقاء السلام تحبيني بنتي أنا تاني نحبك بزاف 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 ربي يعيشك ربي يحفظها إن شاء الله إذا تغنوا أنتما يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام وتسمعوا الباقي يا أخي يا أحبائي يلا يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك
لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. في سنتنا والإسلام هيا واغفر هذا صغير، دين وصى وسنة وتحلى بالإحترام رجلا يكبر كسنا. هيا واغفر هذا صغير، دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. برافو برافو برافو. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكر عمو يزيد لأن دلنا هذه الحفلة وفرحنا ودلنا كل شيء اللي نحبه، نشكره بزاف. نشكر عمو يزيد اللي دارنا هذه الحفلة وفرع مدينة عين كبيرة. السلام عليكم، نشكركم على المبادرة هذه، إن شاء الله تعاود مرة أخرى، فرحتونا الأولاد فرحتونا. كما قلتوا أنتم الجزائر فوق كل شيء. السلام عليكم. صح عمو يزيد، أنا فرحانة بعمو يزيد كي جا عندنا وفرحنا الولاية تاعنا. أنا نحب عمو يزيد، الأغاني تاعو شباب بزاف ويحب الدراري بزاف. السلام عليكم، نشكرك عمي يزيد، جيتنا لعين كبيرة فرحت لنا الدراري، الله يبارك. نحب عمو يزيد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر.